يلا راح امشيك على الخريطه كلها، والله الا امشيكم على الخريطه كلها، مره يمن، مره مصر، مره العراق، الا امشيكم على الطريق المستقيم. اصبروا. يريد يتصلون هلا بيوم، ما يريد يتصلون على راحتهم. الآن أبو بلال، أبو بلال أو أبو محمد، من قتل عثمان؟ يا أخوان سؤال الحلقة، الله أكبر يا ربي. أقولهم الله شاب أمرد ما يناقشون، هل يضع الله رجله في جهنم ما يناقشون، هل الله يهرول ما يناقشون، هل الله عنده يدين يمين واحدة شمال أم واحدة شمال واحدة يمين ما يجاوبون. أقول لهم هل الله عنده 5 أصابع أو 6 أصابع كما ذكر أحمد وساحته ما يجاوب. هل الله عنده حقه ما يجاوب. هل الله متحول ما يجاوب. زين تركنا هاي أسئلة صعبة، الآن سؤال بريء، من قتل عثمان؟ قل لي اللي قتل فلان بن فلان وتنتهي القضية ونغلق البرنامج. تفضل. قبل أن تفضل، هل ناقشتك في الله أم لم أناقشك في الله؟ هل ناقشتك في المتحول؟ هل ناقشتك في شبل الأمر أم لم أناقشك؟ ماشي. أنت بصراحة. ماشي. ناقشتك أم هربتك؟ ماشي ماشي. ناقشتك. يا أخي لا تحرم. لا لا. ليلة. اتفضل. يعني ناقشتك لم أرميك. يا أخي تفضل يا أبا محمد، أبا محمد أرجوك. أولاً من الذين قتلوا عثمان علوج من مصر والعراق. اعطيني علج. أعظمهم من مصر. علج علج. لما نفذوا الموجه. اعطيني علج واحد. أنا أجيبك. لا 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 اسمع اسمع، أنا ما قلت لك هم علوج وهم بشر هم أعرف إيش، ما سألتك يا ابن الحلال، أنا سألتك السؤالات، شنو اسمه اللي أنت قلت علوج، ذكرتني بالصحة قلت علوج، زين اعطينا علج من هذول العلوج بالسند الصحيح. تفضل. لماذا أنا أعطيك أقوى العلماء أو ترفض أقوى العلماء؟ أليس تلزمني، أليس عليك أن تلزمني بما ألتزم به؟ أنا ألتزم بالعلماء، لماذا لا تلتزم بالعلماء؟ عم اعطينا علج من ذولا العلوج، شلون بلوي ذولا؟ يا أخي أبو محمد، يا تاج رأسي، يا حبيبي، ليش تتعبنا؟ أنت قلت اللي حاصروا عثمان واللي قتلوه علوج، أدري الصحابة وين؟ يعني أنا صديق عثمان يذبحون بي ويقصون أصابع مرته وكذا وكذا، زين وأنا صديقه، ومش المشكلة مش صديقه، المشكلة هو هذا، يعني هذا خليفة، الخليفة خليفة رسول الله، والله شنو إجا علج من العلوج ذبحه وطلع، شنو احنا بمكسبة وشنو عثمان هو إجا علج ذبحه وطلع، شنو هو يعني؟ ما اريد اقول كلمه يعني تخدش في المقابل، يعني احنا صحابه ولقد رضي الله عن المؤمنين ومحمد رسول الله والذين معه، شايفون من يخطبون؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد، وصاعد لك على المنبر ويخطب، زين رحماء ما يرحمون هذا المسكين، مو ذبحاء، مو قصبات، قصب مرته هو عائلته، مين علج اجا من مصر، علج اجا من مصر حتى يذبح عثمان ويرجع، مين هو؟ مسكوه قتلوه، يا ناس اسمه شو اسمه؟ اريد نعرف. تفضل، منو اسمه؟ شو اسمه العلج؟ انا اتحدث. اي انت اعطيني اسم ابو محمد، انا اريد علم، علم اسم. لماذا لهذا الشيخ لا يتصل عليك؟ لانك تقاطع الصوت، لهذا الشيخ لا يتصل عليك لانك تقاطع الصوت كثيرا، انت مقاطع، لهذا لا يتصل عليك الشيوخ، درسوك وعلموك وعرفوك، لهذا لا يتصلون عليك، لا تعطي الوقت، حتى ولو اتصلت دمشقية ستبهدله، ستقطع صوته وتسأله، لهذا لا يتصلون عليك
وستبقى إلى يوم القيامة ولن يتصل عليك إلا إذا غيرت منهجك. إذا غيرت منهجك سيتصلون عليك وينادرونك كما نادروا علي القراني الذي هو أعلم منك. نادروه علي القراني وما أدرك ما علي القراني نادروه ودمروه. ما بالك أنت عامي، أنت مجرد عامي، يعني لا لست حوزوي ولست يعني من المدرسة الحوزوية. أنت تغلبون فقط بالمقاطعة. أنا سأقول لك من الذي قتل عثمان لو أعطيتني دقيقة. الذين قتلوا عثمان عبد الله بن سبأ هيج أهل مصر، ذهب إلى المدينة فلم يسمعوا له، ذهب إلى مكة لم يسمعوا له، ذهب إلى مصر والعراق فسمعوا له وأطاعوه وصدقوه، فهيج أهل مصر وأهل العراق على عثمان، فجاءوا إلى المدينة لما كانت فارغة، المدينة كانت فارغة في اللحظة الذي قتل في عثمان، كان الصحابة في تجارة وفتوحات وجيش. المدينة كانت فارغة فيها فقط بعض الصحابة منهم علي والحسن والحسين، فنفذوا الجريمة ثم هربوا إلى العراق. هذا هو جواب من الذين قتل عثمان يا أستاذ وعد، وهذا مسطر في كتبنا وأقوال علمائنا بهذا الكلام. تفضل. تشوف الآن تكلمت النتيجة الذي أحسنت على المرة أعطيتني وقت. أسم النتيجة اللي قتل عثمان هو عبد الله بن سبأ صح؟ أيه تماما. أوه. وهذا الذي في كتبنا. نعم أصبر اعطيني السند الصحيح أن عبد الله بن سبأ هو الذي قتل عثمان. تفضل. أنا عامي، أنا لست الصابغة في مكتبة أعطيك السند، أنا عامي، تذكر هذا، أنا مجرد عامي، أنا لست في مكتبة كي أعطيك الأسانيد. إذا أردت الأسانيد فاتصل على الوصابي يعطيك الأسانيد، أبو ديلا يعطيك الأسانيد فهي موجودة عنده. أصبر 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 أصبر, أصبر. يعني أنت الآن تقول أنه مجرد كلام إنشائي، ما عندك دليل يثبت كلامك صح؟ العلماء أنا أعطيك يا أخي يا أبا محمد أرجوك يا أخي، الآن أنت تكلمت عبد الله بن سبأ هو اللي قتل عثمان بن عفان، إذن الآن نخلص إلى هذه القضية، أنه أنت الآن ما عندك دليل مصدر مكتوب بسند صحيح انه اللي قتل عثمان ابن عفان عبد الله بن سبأ صح، وكلامك انشائي صح؟ لا، لان العلماء قالوا لا احد من الصحابه قتل عثمان، فانا تابع للعلماء. انا ما اسمع الان اخواني، هل انا قلت له الصحابه قتلوا؟ شوف اللف والدوران. الان فهمنا ان الذي قتل عثمان هو عبد الله بن سبأ. أقول لك عبد الله بن سبأ كان بمصر، جاء من مصر. أنت مو قبل شوي قلت إنه مرة تقول عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، قبل شوي قلت إنه اللي قتل عثمان هم أهل مصر وأهل العراق، شو الآن صارت يمن؟ يلا راح أمشيك على الخريطة كلها، والله إلا أمشيكم على الخريطة كلها، مرة يمن، مرة مصر، مرة العراق، مرة ما أعرف أين، مرة العلوج، مرة ما أعرف إيش، إلا أمشيكم على الطريق المستقيم. صبروا يا أخ أبو محمد يا مكرم يا حبيبي، عندك سند صحيح بالذي قتل عثمان نعم أو لا؟ أنا قلت لك جاء عبد الله بن سبأ إلى المدينة لم يسمع له أحد. أدري إذا ما سمع أحد لعشون، بس أنت عرفت شنو عندك فيديو يا أخي، أنت مصورة بموبايلك إذا ما حد سمع بي، يعني بس أنت عندك فيديو. لا إله إلا الله. مستقية مال. طيب أرحب لحظة سيدنا، خلي أرحب بيك، حياك الله سيدنا. الله يعزك حجينا، أحفظك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سيدنا. ترى هذا الآن التخبط، وأنا أعطيك الدور، يقول لي فلان يتصل وفلان يتصل، مين اللي قتل عبد الله بن سبأ؟ والله اسمع يا أبو محمد، أنا قسمت بالله لو أنك أثبت أن عبد الله بن سبأ بسند صحيح هو الذي قتل عثمان، والله لا أغلقنا القناة بعد. أنا سأغلق. حتى لو كان بسند ضعيف. لا متى تبقون على هذه العقلية؟ تفضل سيدنا تفضل. حجينا أنا أتنازل أكثر منك، وعذرا لتجاوزي عليك، أنا أتنازل. عبد الله بن سبأ هو الذي قتل عثمان حتى ولو بسند ضعيف، بس بشرط ضعيف، يعني فيه إنسان فيه إنسان يعني يعني قليل الحفظ، يعني فيه لين،
بس بشرط انه ما يكون فيه كذاب، لان مرويات عبد الله بن سبأ هي مرويات سيف بن عمر التميمي الكذاب الوضاع، حتى ابو عائشة احترف بذلك البارحة.